طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الموقع بوست: مستشفى ميداني في تعز أحصينا 3000 جثة منذ بدء الحرب. من موقع عدن تايم: اشتباكات بين مسلحين في عدن توقف الكهرباء عن أحياء في المدينة. ومن عدن الغد: أشجار أبين مهددة والأهالي يستخدمونها للاحتطاب. ومن أخبار الآن: مركز تجاري صيني يوفر ملاذات للأزواج الضجرين من التسوق. أهلا بكم. مستشفى واحد في تعز يقول إنه منذ بداية الحرب سجل وصول 3000 جثة، ووفقا لموقع الموقع بوست فأن مستشفى الروضة الميداني في محافظة تعز أكد أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلها قسم الطوارئ بلغ 13273 حالة، بينهم 443 من النساء و 1114 من الأطفال. وقال تقرير صادر عن المشفى أن من بين الأزمات التي مرت بها مدينة تعز انعدام اسطوانات الأكسجين، وبلغ استهلاك الجرحى في مستشفى الروضة 11250 اسطوانة منذ بداية الحرب حتى قبيل شهر. ويتابع الموقع: تعيش مدينة تعز وضعا إنسانيا صعبا في ظل استمرار حصار الميليشيا على المدينة من أكثر من جهة، إلى جانب تعرض الأحياء السكنية للقصف العشوائي بشكل شبه يومي، وبالتالي تزايد أعداد ضحايا الحرب. في عنوان بارز يصف موقع يمن مونيتور حال التعليم في البلاد بأنه مدارس مغلقة ومعلمون يبحثون عن حقوق مصادرة. وقال الموقع: أعلنت نقابة المهنة التعليمية والتربوية في اليمن الإضراب الكلي في جميع المدارس الحكومية بالمناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي وصالح، احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لمدة عام كامل. وذكرت النقابة في بيان لها أن الإضراب سيشمل كافة المدارس الحكومية، وأنها غير مستعدة لفك الإضراب إلا بصرف مرتبات جميع الموظفين في قطاع التربية والتعليم. ولفت البيان إلى أن النقابة حاولت إقناع الجهات المسؤولة في سلطات الأمر الواقع في صنعاء بصرف مرتبات العاملين في القطاع التربوي والتعليمي، إلا أنها لم تجد سوى الوعود. ودعت النقابة جميع موظفي المهنة التعليمية والتربوية للتجاوب مع قرار إعلان الإضراب الشامل إلى حين صرف مرتبات جميع الموظفين. صحفيون في مواجهة عصابة. تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: لم يدع لنا الحوثيون حتى تلك المساحة من الرهان على فكرة الغفران والتعايش أو تمثل شخصية غاندي أو مانديلا، وهما يعتمدان قانون المستبد نفسه في انتزاع حقوق ولو تكتيكية لمن وقع في قبضته، على أنهم ليسوا وحدهم من يقوم بعمليات التغييب والمحاكمات، شريكهم شريك في كل الجرائم، غير أنهم الأكثر حماسة وجاهزية لجعلها حصرية باعتمادهم الجانب الترهيبي في كل عملية وبمزاج أقرب لقصدية إدارة التوحش. وقضية الصحفيين هذه تحديداً وكثير من قضايا المداهمة ينفردون بها في سياق توحش حصري وبضمانة وخبرة شريك كان يوماً دولة يدرب عصابة كأنها لم تعد تحتمل أعباء ادعاء حلم الدولة. نحن في وضعية انكشاف كلي وتشوش عاطفي وأخلاقي، لا معيار لتحديد ماهية الانحراف الوطني، ولا قانون ولا دولة تمنح جهة حق تمثيل مصالحها، وما من قانون يعاقب الضحية على صراخها، لكن العصابات وحدها من تعاقب الضحايا وتحاكمهم على صراخهم بدلاً من مواجهتها بالبنادق. كان المنصوري ونحن في مقر الصحيفة أيام كان معنا صحف، كان يشرغ بالدمع وهو يفتتح كل جلسة بنشيده الوطني اليومي: موطني موطني، هل أراك هل أراك سالماً منعماً وغانماً مكرماً، كيف تراك الآن يا منصوري؟ أما الوطن وخلال عامين من وجودك في الظلمات فليس سالما ولا مكرما ولا بخير بأي حال.
وأوجاعه يا منصوري هي أوجاعك. وبينما تخضع وزملاؤك للمحاكمة لا يسعه الترافع عنكم بغير جملة منتزعة من العرف الإنساني وليس من مراجع القانون. أوقفوا هذه المهزلة اللاقانونية لنتمكن مستقبلا من العيش معا في دولة يحكمها القانون لا الغلبة. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة العديد من العناوين، منها مراقبون: تقارب الحكومة مع قيادة التحالف خطوة إيجابية ينقصها التنفيذ على الواقع. مدير أمن محافظة لحج يقول لأخبار اليوم: خالد عبد النبي سلم نفسه بعد تضييق الخناق عليه، وثم عناصر أخرى ستسلم نفسها. ومن العناوين أيضا: الحكومة تحذر المجتمع الدولي من جنون الحوثي وتستهجن استهداف المخا بقارب مفخخ. وعنوان آخر في ذات الموضوع: التحالف يطالب المجتمع الدولي بالتدخل بعد استهداف الحوثيين ميناء المخا بقارب مفخخ بالمتفجرات. في أوقات متقاربة تتوالى أخبار الاعتداءات على كهرباء عدن لتتوقف الخدمة عن أجزاء في المدينة. آخر هذه الاعتداءات ما جاء في عنوان لموقع عدن تايم: اشتباكات في إنماء تتسبب بإخراج المنظومة الكهربائية. وقال الموقع أن منظمة الكهرباء في مدينة عدن خرجت عن الخدمة عقب عطب أصاب الشبكة. وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء لعدن تايم إن سبب العطب اشتباك بين مسلحين على أرضية جوار محطة مدينة إنماء التحويلية رقم 1، مؤكدا أن الاشتباكات تسببت بقطع عدد من أسلاك الضغط العالي وخروج المنظومة عن الخدمة قبل أن تنجح الفرق الفنية بإعادتها لاحقا. النادي الثقافي في عدن، والذي فقد صاحبه فكرة إنشائه وهو الشاب أمجد عبد الرحمن المقتول بأيدي الإرهاب، لم يتوقف وأنشطته لن تخفت. وفقا لنائب رئيس النادي الناصية، فإن النادي الثقافي سيستمر في مسيرته التنويرية للمدينة حاملا شعاره الذي أصبح معروفا: معا لإعادة إحياء الحياة الثقافية. وفقا لموقع الاشتراك نت، فإن خطة البرنامج الثقافي للنادي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية 2018 وعقب تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي. وتتضمن أنشطة هذا البرنامج إقامة معرض للكتاب وسلسلة من الندوات الثقافية والأمسيات الفنية وحلقات النقاش التوعوية. ويضيف الموقع إن بنادق الاغتيالات التي انتشرت بعد تخلص المدينة من شبح الحرب، والتي ظلت تطال كل من يحاول الوقوف أمام ثقافة التطرف والفكر الضال، قد حالت دون ظهور حركة ثقافية تليق بالمدينة وبتاريخها وبتطلعات شبابها الصاعد. في شهر نوفمبر من عام 2015 كانت البداية، حين تجمع نخبة من الشباب أو نخبة من الشباب المحبين للسلام، ووجدوا أن واحدا من مميزات المدينة هو الأندية الثقافية، فهي التي من شأنها أن تبعث فيها روح المدنية والسلام والجمال، فبادروا إلى إنشاء نادي الناصية الثقافي. حروب السيادة والتسوية المؤسسة للسياسة. تحت هذا العنوان كتب ياسين الحاج صالح مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: يمكن لتسوية تاريخية تقوم على السياسة مقابل السيادة ونزع الملكية الخاصة للدولة أن تكون أيضاً أساساً لتطلع دولنا إلى المساواة على الصعيد العالمي. الدولة في بلداننا تأسست على يد الإمبريالية الأوروبية المتمتعة وحدها بسلطان أو سيادة حقيقية. صحيح، وهذا واقع يتمرد عليه الإسلاميون بعنف ويريدون تغييره، لكنهم يواجهون الإمبريالية بتطلعهم الإمبراطوري أو الإمبريالي الخاص، فيدخلون في صدام متكرر كان باهظ الكلفة على مجتمعاتنا. صراع الإسلاميين ضد الإمبريالية هو في حقيقته صراع إمبريالية مقهورة ضد إمبريالية قاهرة، وليس صراع مقهورين ضد الإمبريالية من أجل المساواة. لكننا لا نستطيع أن نقاتل من أجل المساواة على المستوى الدولي بينما نحن نقاتل من أجل الحق في القهر في بلداننا. الشرط الأنسب للسياسة دولياً هو السياسة محلياً، ويعول على التسوية التاريخية التي تدخل الإسلاميين في السياسة وتجعل من الدولة ملكية عامة. أن تؤسس للسياسة في بلداننا
هذا يقتضي الإبداع والتفكير على غير مثال سابق، سواء كان مثال الإسلاميين أو مثال الدولة الحديثة التي يميل أكثرنا إلى جعلها إطاراً ملزماً وحصرياً لكل تفكير سياسي. دولنا اليوم في أزمة مزمنة بحكم كونها منقوصة السيادة في المجال الدولي، لكن الدولة الحديثة في أزمة في كل مكان، ومبدأ السيادة الجامد حامل للأزمة والصراع والنزاعات المحافظة والعدوانية، لأنه في الجوهر مطالبة بالحق في ألا تكون مساويا للآخرين. السياسة بالمقابل هي مجال المساواة، ما يتوافق مع عالم أكثر عدالة. ليس الصراع على السيادة مثل ما يريد الإسلاميون محليا وفي العالم، بل الدخول في السياسة محليا وعالميا وصولا إلى زوال مجال السيادة نهائيا. هذا ما من شأنه أن يكون قطعا لرأس الملك في الفكر السياسي على ما أمل ميشال فوكو يوما. قبل أن تصل إلى زنجبار مركز محافظة أبين، تمر على ما يعرف بالنفق الطبيعي الأخضر لكثرة الأشجار الكبيرة والمعمورة فيه، وتتشابك أغصانها ما يشكل نفقا طبيعيا، لكنه أصبح عرضة للإهمال من قبل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري ومكتبها في المحافظة، حيث تتعرض الأشجار إلى التقطيع أو لتقطيع أغصانها وأفرعها ويتم استخدامها كأعلاف للأغنام. ويضيف موقع عدن الغد إنه بالإضافة إلى ذلك تكون الأشجار عرضة للقطع الجائر والمتعمد، حيث يقوم البعض إلى تعريض جذور هذه الأشجار لمواد تؤدي إلى موتها حتى يتسنى بعد ذلك استخدام جذوعها لأعمال أخرى. ويرى عدن الغد أن الأهالي بأعمالهم هذه يتناسون أنهم يضرون بالبيئة والطبيعة، حيث سنصحو فيما بعد على أرض قاحلة تتصدرها حرارة الشمس القاسية، حيث لن يبقى هناك مكان يستظلون به. وقال مواطنون يرتادون هذا الموقع باستمرار لعدن الغد إن هذا الاستهداف الجار للأشجار المعمرة لا ينبغي السكوت عليه، لأنه يضر بالبيئة والطبيعة ويجعل هذه الأشجار تختفي وما يشكل ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة. في فقرة قصة وصورة تحدث موقع ارفع صوتك عن بائع السمك في صنعاء، وقال الموقع أن خليل الشميري يعمل في محل خاص لبيع الأسماك في العاصمة اليمنية صنعاء. يقول الشميري وهو أب لطفلين: أعمل هنا في بيع الأسماك منذ أكثر من 10 سنوات. نشتري الأسماك من موزعين تجار يجلبونها من مختلف السواحل اليمنية ونبيعها للمواطنين في صنعاء. ويضيف: أنا سعيد لأن شقيقي وفر لي ولحوالي 5 آخرين فرص عمل في محله هذا، لكن للأسف مبيعاتنا تراجعت بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب المستمرة منذ نهاية مارس 2015، والتي كانت سببا رئيسيا في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السكان. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. صحيفة العرب الجديد تحدثت عن ما قالت بأنه خطة من الشرعية اليمنية لاستعادة الغالبية البرلمانية، حيث تعمل الحكومة اليمنية على استقطاب أعضاء مجلس النواب اليمني الموجودين داخل وخارج اليمن ودفعهم للعودة إلى عدن وإعادة تفعيل المجلس العمل في إطار الشرعية. الرئيس هادي كلف مستشاره رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي بتشكيل غرفة عمليات في الرياض للتواصل مع أعضاء مجلس النواب من أجل إنجاز مهمة عودة انعقاد البرلمان في عدن. وكشف مصدر خاص للعرب الجديد عن أن الشدادي ومعه العليمي وبعد اتصالات مكثفة لأشهر عدة نجحا في إقناع عدد من أعضاء البرلمان اليمني من جميع الكتل السياسية بالحضور إلى مدينة جدة السعودية لعقد اجتماع تشاوري تمهيدا للعودة إلى عدن.
وقال المصدر إن عددا من النواب الموجودين داخل وخارج اليمن استجابوا للدعوة وتوافدوا إلى السعودية منذ بداية شهر رمضان الماضي. وأضاف المصدر أن عدد النواب الذين وصلوا إلى مدينة جدة حتى يوليو الحالي بلغ 107 برلمانيين، ولا يزال التواصل جاريا مع 40 نائبا يتواجدون حاليا في دول خارج اليمن، وأبدوا موافقتهم على حضور اجتماعات المجلس التي تقرر انعقادها بعدن في النصف الثاني من أغسطس المقبل. أما صحيفة الخليج فأوردت عن جلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني في منطقة يافع الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة لحج، إن القيادة الكبير في تنظيم القاعدة خالد عبد النبي أحد أبرز عناصر القاعدة سلم نفسه إلى قوات الحزام الأمني في يافع بمحافظة لحج. وأكد الربيعي أن القيادي بالتنظيم خالد عبد النبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمني طواعية وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن خالد عبد النبي زعيم تنظيم القاعدة في أبين سلم نفسه لشيوخ ووجهاء يافع بعد تسرب معلومات عن مقتله في هجمات شنتها بوارج وطائرات أمريكية على مواقع التنظيم في شقرى وجبال المراقشة في أبين، حيث يعد واحدا من أهم المطلوبين للسلطات اليمنية والأمريكية. ريبيكا فريدمان كتب مقالا في فورين بوليسي، وأعادت صحيفة الغد نشره بعنوان ليست هناك عقيدة لترامب ولن تكون هناك واحدة أبدا. من دون استراتيجية كبرى لا تستطيع الولايات المتحدة أخذ زمام مبادرة المسرح العالمي، وسوف تتخلى بحكم الأمر الواقع ببساطة عن الأرضية لصالح قوى عدوانية، بينما تتراكم آثار السياسة الخارجية وتتضاعف مع مرور الوقت، كما أن عدم القابلية للتنبؤ التي يحبها ترامب زرعت عدم الثقة في تحالفات أمريكا مسبقا، بينما يتساءل الشركاء الدوليون عما إذا كان من الممكن الثقة بأن واشنطن ستحافظ على التزاماتها الأمنية. وقد بدأ الرأي العام حول العالم يتحول ضد الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تعيد العواصم الأجنبية توجيه سياساتها الخارجية تبعا لذلك. مع حلول الخريف يرجح أن تنشر الإدارة على الأرجح موجة من الوثائق الاستراتيجية، بدءا من استراتيجية الأمن القومي الرئيسية وصولا إلى أخريات أكثر تحديدا مثل مراجعة الموقف النووي. وربما تقدم هذه الوثائق الوهم المتلاشي للاستراتيجية، لكنها لن تستطيع التهرب من حقيقة أساسية طالما ظلت طريقة ترامب في التعامل الآني مع المواقف تتحكم في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سوف تكون المفعول فيه وليس صانعة التاريخ. إلى موقع أخبار الآن، والذي عنوان أحد أخباره المنوعة مركز تجاري صيني يوفر ملاذات للأزواج الضجرين من التسوق. وقال الموقع إنه في مركز تجاري في شنغهاي لاقت قاعات مزودة بألعاب الفيديو إقبالا كبيرا لتوفير ملاذات للأزواج والأصدقاء الضجرين من التسوق حتى تنتهي الزوجات والصديقات من الشراء. وذكرت شركة روسمارت تكنولوجي صاحبة الفكرة إنها دشنت القاعات التي تعرف باسم مانبود في مركز جلوبال هوبر في يونيو، وأن أكثر من 1000 رجل استخدموها منذ ذلك الحين. ويمكن لمستخدمي مانبود الاستلقاء في مقعد أمامه شاشة كبيرة وممارسة ألعاب الفيديو وهم في معزل عن ضوضاء التسوق في الخارج بفضل الجدران الزجاجية الشفافة. موقع شبكة البي بي سي عنونت بأن تخطيطا رسمه ترامب يباع في مزاد بنحو 30,000 دولار، وقالت في التفاصيل التخطيط يصور مجموعة من المباني تظهر على خط الأفق في منهاتن بمدينة نيويورك، ويبرز برج ترامب بينها. التخطيط رسم من أجل مزاد خيري في عام 2005، لكن من حاز عليه قام بعرضه للبيع لاحقا في دار مزادات نادي ساندروز في لويس أنجلوس. وقال مايكل كريك أحد العاملين في المزاد للصحفيين من موقع artnews.com أن التخطيط حصل على قيمة أعلى 5 مرات مما قدره المؤسس، وأضاف لقد جذب اهتمام ليس أتباع ترامب حسب بل جامعي المقتنيات التذكارية الرئاسية، وقد قدم 11 عطاء لشراء التخطيط ابتداء بمبلغ 9,000 دولار.
أكثر من 600 شخص توفوا غرقا في الهند جراء الأمطار الغزيرة. صحيفة هندستان تايم نشرت مجموعة صور نتابعها معكم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.